مستمرين بالتاكيد معاك يا كابتن هيثم، ومعايا طبعا واحده من نجوم النادي الاهلي وبالاخص في مباراه اليوم ميار خالد. ميار طبعا في البدايه برحب بيكي على شاشه قناه النادي الاهلي، الف مبروك، مبروك لك يا ميار، ما شاء الله عليكي النهارده وفي جميع المباريات انت وجميع لاعبات النادي الاهلي، ببارك لك مليون مبروك. الحمد لله، الحمد لله ربنا كرمنا، الموضوع كان صعب قوي 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 بس الحمد لله قدرنا ان احنا ناخد البطوله ونرجعها البيت الحمد لله. باين شايفاكي فرحانه ومبسوطه، يعني بطولتين في اقل من اسبوع. ايوه الحمد لله، عشان كانت صعبه قوي، كان في ضغط كبير طبعا، وفي الدوري لما خسرنا ماتش كان لازم ان احنا نلم نفسنا بسرعه، والحمد لله قدرنا ان احنا ناخد البطولتين الحمد لله. قولي لي بقى كده يا ميار، طبعا لما لقيتوا نادي الشمس هو اللي وصل للنهائي، ويمكن ما شاء الله شفنا نادي الشمس في مباراه السيمي فاينل قدم اداء قوي جدا، اتكلمتوا مع بعض وقلتوا ايه؟ استعدتوا للمباراه ازاي؟ طبعا عارفه اكيد الاستعدادات اختلفت شويه. الاستعدادات اختلفت طبعا، عشان يعني الحساب ان احنا كنا هنلاعب نادي الزمالك، بس فريق الشمس طبعا فرقه محترمه جدا وعملنا سكاوتنج عليها كويس قوي، وقدرنا ان احنا الحمد لله نكسب 3-0 الحمد لله. الحمد لله طبعا، خلاص بقى بطوله افريقيا جايه، تحبي تقولي لجمهور النادي الاهلي وان شاء الله ازاي هتستعدوا لها؟ نوعدكم بيها ان شاء الله، وان احنا الحمد لله حققنا المحلي، وان شاء الله افريقيا هتبقى في بيتها برضه ان شاء الله.